حمزه مومبيبي تنحيي الفرقه الوطنيه اللي قامت بواحد المجهود كبير وباقى قايمه. هذوك الناس اللي الفرقه الوطنيه باش جابوا هاد الناس وباش يديروا الديبلاسمون وباش يكتبوا مساكن بعد مرات ما تيخرجوا حتى 10 الليل من البيرو. هذا الدنيا باطمه، راه وحده من المتورطين المعلم، فهمتي؟ راكم ما كانش متورطه راه قاضي التحقيق ما يعطيهاش اغلاق الحدود و50 مليون و30 مليون اختها. راه عمر انت القضاء ظلمك؟ واش عمر ظلمك نتايا؟ وهذا راه ما تيظلم حتى شي واحد. اللي دار الدنبي يستاهل العقوبه. وكاين واحد الفيديو جديد عليها ان شاء الله، السجنيه ينتظروا دنيا باطمه، غادي نديروا انا ان شاء الله. الشكايه كاينه، انا قمت بواحد المجهود اكثر بالشكايه، لان اول واحد فضح كونت حمزه مومبيوس الزروالي، وتنحيي جميع القنوات لاصدقاء ديالي. وكاين تيقول زروالي ما بقيتش تهضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ونايضه قربال على دنيا باطمه، وكاينه ضجه كبيره عليها. من طبيعه الحال كاين الناس اللي كيبغيوها وكاين الناس اللي ما كيبغيوهاش. هذا الخبر اللي كاين دابا كيروج في السوشيال ميديا بان لقاو عليها القبض، شوف تي في هي اللي تلقات هذا الخبر، حيت هذه اكثر من 6 شهور وهي كل مره كتقول اليوم غادي تشد دنيا باطمه، غدا غادي تشد دنيا باطمه، كل نهار كتحط داك الخبر بان غيتم الالقاء القبض عليها باش تدوز هذاك العام ديال الحبس اللي كيتسالها. والقانون راه فوق كل شيء، والسلطات راه عارفين الخدمه ديالهم، اما الناس راه غير كيهضروا صافي. والخبر الصحيح انهم ما شدوهاش، غير مشات تعطي الاقوال ديالها كي بحال ديما. وكما تتعرفوا هذه مده ديال اسبوع دنيا باطمه وجواد قنانه تصالحوا، ولكن خليكم حتى الاخر باش تسمعوا اشنو وقع. جواد قنانه كلاها ديال بصح، لانه ما كانش متوقع انه كلشي غادي يتقلب عليه بسبب الصلح ديالو مع دنيا باطمه. الدنيا مقلوبه على دنيا باطمه على ود القاء القبض عليها البارح، فاش انه مشات لمراكش على ود ان شوف تي في ديما حاطه على دنيا باطمه. هذه تقريبا شي 6 شهور يوميا تتحط بوست على دنيا قريبه القاء القبض على دنيا، وهاد اليومين تيقولوا باللي دنيا قريبه غتشد في مراكش. والبارح مشات تعطي الاقوال ديالها بسبب داك الموضوع اللي مشهور واللي بسببه دخلت الاخت ديالها الحبس سكينة غلامور. المهم دنيا كل مره كتمشي تعطي الاقوال ديالها عكس داكشي اللي كان واقع الفنانه سعيده شرف، باش كيستدعيوها ما كتمشيش نهائيا. هي كتصيفط شهاده طبيه ودايره ثلاثه ديال المحامين، ومعمرها حضرات في ديك الجلسه اللي هي دعاتها فيها دنيا باطمه بسبب انها تعدت عليها وشوهاتها. المهم البارح كانت دنيا مشات لمراكش باش تعطي الاقوال ديالها، وخرجت شوف تي في تتقول بلي دنيا شدوها وغادي تاخذ الجزاء ديالها. والدقه جات فوق راس جواد قنانه اللي مشات تصالح مع هذاك النهار، وكان واحد الحفل ولا عرس هو، ومشى كيغرم عليها وكيروح عليها الفلوس، ولا حول ولا قوه الا بالله. وسمعوا اشنو قال عليها. انسان هاكا قلبي زوين، واش عباد الله حتى المسامحه ما بغيتوهاش، بغيتو الانسان ديما يبقى في الحركات والمسبات والمخازمات والقذف والسبيه والسبر باش نتوما تكونوا مرتاحين. مالكم مرض؟ اللي ما عجبوش الحال يصلح راسو، مالحق من الاخر نقولها لكم. وراه الله عز وجل كيسمح لنا وكيغفر لنا، ما بقى لك احنا بشر بعضياتنا، مالكم بهذا الحقد؟ اجاودتي.